حضرتك يا باشا، أنا دخلت الحجز، كان قعدت بتاع يوم نقل الترحيل اللي أنا نازلة من العقبة على كان ساعة بتاع 5 أو 3 أو 4 نازلين عليا. فالمهم مسألوه كنت خابط عيل فيهم وكنت خابط أخوه في الشارع، ففين في الدور، فجاب شريط رسام، قام جاي طحنينه بينومه، قام جاي طحنينه وكان شادينه. فالمهم نمت من هنا، ببص لقيت نفسي قاعد متكتف، وقام جاي دخلني الدور قال لي عملت مع اخوك كده، خبطته في الشارع وعورت. قام جاي دخل من الدور، قام جاي مقلعني، وقام جاي عامل لي هو العيال كلها اللي كانت معاه، وقام جاي جاب شبشب قطع مثلا اللسان بتاعه، وقام جاي مأكلهولي. دخل الظابط الصبح لقاني مرمي في جنب كده، لا دم معرفش، بس كان كنت متغطي بطانية محدش شايف حاجة. داخل برضه بعدها بيوم محدش عارف حاجة، جت طلعت لها زيارة برا، ما كنتش عارف اطلع من جاي. بعد كان المأمورة من جاي داخل شافني وانا مترقد على الأرض وبجف دم وتعبان ما بعرفش اعمل حمام، قمت جاي طالع على مستشفى، قام جاي كشفين عليا وبتاع، كشفين عليا طلعوا بتاع ربع فاضي شبشب بلاستيك برضه من بطني. بعد ما خلصت نزلت، قام جاي محمد، قام جاي الضابط، قام جاي عمل لهم قاضي ارك عرض من الداخل. جه بعدها كده العيلة عمالة تحال على عشان تنزل لهم على القضية وانا ما بكلمش حد فيه. جيت نزلت كنت ادخل اوضة تانية اللي انا كنت فيها، قعدت اصوت على الباب وما رضيتش اخش الاوضة، قام جاي قاعديني في القفص اللي بره وفي اوضة الاستيف. بعدين دخلت العيال كلها اترحلت خارجة عن زميلي في القضية. قام جاي دخلت برضه دخلت الدور، قام جاي شال البلاستر اللي على بطني وقال لي تعالى حماك عشان انت تعبان. قام جاي ماسكني مكتف في ايدي برضه، قام جاي عمل معايا وما كلمتوش، لسه نازل من المستشفى، نازل من العملية تعبان. جيت برضه بعديها خلاني انام، وقام جاي نام جنب منه. جينا بعدها بأسبوع اترحلنا على عقبة جنان. دخلت وبتاع دارت معاه وكنت تعبان كنت بموت، قمت جاي مرجع دم برضه، قام جاي قعدنا على آخر مصلب لغاية لما الأخصائي جيت وجاب لي علاج وموقف جنب مني شوية وقال له محدش يتكلم. جيت تاني يوم عارف اللي أنا كنت عامل قضية في الحجز، وزعلتني برضه، زعلت اللي كانت معايا بس مغطتش معاها في نفس عنبر واحد. قام جاي مزعلني كله برضه. نزلت اترحلت عشان اعمل الاستئناف، نزلت برضه نزلت الافق، نزلت مع زميلي في القضية، قام جاي ضرب من القتل على اللي في الحجز، قام جاي ضربني برضه، قام جاي عاملين معاه. جيت اترحل وبتاع، قال لهم ما تقول لهم متعرفهمش اللي انا اسمي ايه وكده وبتاع. فاترحلنا ورجعنا تاني، قام جاي ضربني، قام جاي جايب بشلة، قام جاي خبطني في دراعي.